السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ أعزائي المستوى الأول الابتدائي. المهم كمساعدة بالنسبة للمراقبة المستمرة الخاصة بكم، مادة الإنجليزية سوف أقدم لكم مراجعة. سكول تينكس، سكول تينكس معنى الأدوات المدرسية. سكول تينكس، تابعوا معي. listen, sing and mime. المحفظة تسمى باللغة الإنجليزية باك باك، تكتب بهذا الشكل باك 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 باك. ممتاز. بالنسبة للمقلمة تسمى بنسل كيس، بنسل كيس تكتب بحال هذا الشكل بنسل ثم كيس، بنسل كيس. إذن هذا اسم مركب من كلمتين بنسل وكذلك كيس، بنسل كيس. بالنسبة للقلم بنسل، بالنسبة للقلم الألوان أو قلم ملون كراير كراير كراير، يشبه تماما الكتابة بالفرنسية لو كرايون لو كرايون، ولكن باللغة الإنجليزية نقول كرايون. اتس نايس، بنجي يقول إنه جميل. اتس نايس. أعيد معي مرة أخرى. باك باك المحفظة، باك باك جيد، بنسل كيس، بنسل كيس المقلمة جيد، بنسل قلم الرصاص، بنسل قلم ملون كراير كراير كراير. بالنسبة إنه جميل، it's nice it's nice. لنتعرف الآن على باقي الأدوات المدرسية. This is my backpack، تقول جيني This is my backpack. توني يستمع. This is my backpack. إنها محفظتي. This is my backpack. This is my backpack. This is my backpack. نقول بسرعة. This is my backpack. إنها محفظتي. Pen. قلم حبر. Pen. يكتب على الشكل التالي. لاحظوا جيدا. Pen. قلم حبر. سيلو. كرايل قلم ملون كرايل. بوك كتاب، بوك يكتب على الشكل التالي، لاحظوا جيدا بوك. ممحات رايسة رايسة. بالنسبة للقلم الرصاص بنسل، بالنسبة للمقلمة بنسل كيس. أعيدوا معي مرة أخرى. بين بين كراين كراين معنى قلم ملون كراين. كتاب بوك بوك. ممحات رايزر. مقلمة بنسل كيس. قلم الرصاص بنس، تقول جيني This is my backpack. يستمع توني This is my backpack. إنها محفظتي. يقول لكم فرانكي الضفدع، فرانكي ready for school، هل أنتم مستعدون للمدرسة؟ ready for school. إذن سوف نقوم بهذا النشاط أيها التلاميذ الأعزاء، استمعوا جيدا. المحفظة باك باك. بالنسبة للممحات رقم 2 نختار جيد، نختار eraser، نكتب هنا eraser eraser. بالنسبة لقلم ملون crayon، نعم جيد ممتاز، نكتب هنا
كاين. بالنسبة للكتاب رقم 4 نكتب بوك. نعم جيد، بوك. المسطرة رولر. رولر، نعيد من جديد. بالنسبة لرقم 1 باك باك، رقم 2 رايسر. لاحظوا جيدا طريقة الكتابة. بالنسبة للقلم ملون كراين. بالنسبة للكتاب بوك. بالنسبة للمسطرة رولر. جيد، ننتقل إلى باقي الأدوات المدرسية. مثلا هنا قلم الرصاص بنسل. نعم جيد. المقلمة بنسل كيس. نعم جيد. بالنسبة للقلم حبر ستيلو بين. نعم جيد. بالنسبة للدفتر دفتر وليس الكتاب بوك. بالنسبة للكتاب أما الدفتر نوت بوك. نعم جيد نوت بوك. بالنسبة للماركر ماركر. نعم جيد. إذا نقول باك باك رايسر كاين بوك. نعم جيد. رولر بنسل. نعم لا 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 نو 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 هذا يسمى بنسل كيس. مقلب بن. نعم جيد. لا 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 نقول بوك. نو 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 بوك هو كتاب، أما الدفتر نوت بوك نوت بوك نوت بوك. لا 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 بن نو رايسر نو لا 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 علاقة له ببن أو كراين أو بنسل. هذا يسمى ماركر. ماركر، أعيد من جديد، باك باك رايسر كراين بوك رولر بنسل بنسل كيس بن نوت بوك ماركر. جيد جيد جدا. إذا أقدم لكم النشاط آخر خاص بالأدوات المدرسية. Ready for school؟ هل أنتم مستعدون للمدرسة؟ نعم. إذا فرانكي يقول لكم هل أنتم مستعدون للمدرسة؟ نقول نعم. Ready for school؟ إذا فرانكي يطرح علينا سؤال. What is it؟ What is it؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ What is it؟ What is it؟ Complete. تماما مثل الفرنسية complete، ولكن باللغة الإنجليزية نقول complete. هنا يجب علينا ملء الفراغات التالية. نلاحظ صور بعد أو جزء من الأدوات المدرسية ويجب علينا الكشف عن أسماء. Okay. It's rice. إنها ممهات. It's a book. نعم جيد ممتاز. book. It's a pencil. no no no. It's a crayon. yeah جيد. It's a pencil case. ممتاز نعيد. It's an eraser. It's an eraser. It's a book. It's a crayon. It's a pencil case. It's a Mr. Ruler. نعم. بالنسبة للدفتر It's a notebook. جيد نعيد. It's an eraser. It's a book. It's a crayon. يجب عليكم تذكر هذه الأسماء. It's a pencil case. It's a ruler. It's a notebook. It's a backpack. نعم. It's a backpack. من يحفظها؟ It's a no 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 marker. جيد. It's a marker. It's a It's a eraser. No no no. It's a pencil. Pencil إنه قلم الرصاص، ولكن لاحظوا هناك ممحات ولكن هنا قلم الرصاص، إذن هو جزء من قلم الرصاص. It's a pencil. نعيد. It's an eraser. It's a book. It's a crayon. It's a
pencil case, it's a ruler, it's a notebook, it's a backpack, it's a marker, it's a pencil. جيد. هل أنتم مستعدون للدراسة؟ هل أنتم مستعدون للمراقبة المستمرة في اللغة الإنجليزية؟ نعم، جيد، حد موفق. Good luck.